تدخل، تعود الكرة بورس، يلعب الكرة أرضية، هي خطير من وليد المرغني هنا العرضية بالرأس من جونيور، بوم، تسديدة قوية تسكن شباك. إن كانوا على القائم الأول، ترفع الكرة من جديد ولكن تبعد خطيرة، الثالثة الثابتة لرفيق، لرفيق هنا، هنا العرضية التي لعبت دربك وغيابات لدفاعات أبو سليم. ترفع الكرة، البحث عن الرأسية صوب الروس ولكن تعود يخدم ولكن تقطع، لتعود الكرة من جديد لمصلحة فريق رفيق. ياخذ الكرة جونيور، جونيور من جديد يحاول بلمسة، تعود سريعة، سريعة جدا لمصلحة فريق أبو سليم أو عفوا لمصلحة فريق رفيق. يمشي محمد عيجة، ناتو باجولي، ناتو باي يحاول بكرة يستخلصها، بالفعل يستخلصها ناتو باجولي وخطأ، مسك واضح كان محمد بوراس. يمشي بكرة بوراس باتجاه ناتانا جولي، تستخلص الكرة من ناتانا جولي، يبحث عن تسديدة، يا سلام، ولكن أمامنا التسديدة الأخيرة التي كانت من ناتانا جولي مدرب فريق أبو سليم. ناتانا جولي يمشي بكرة ناتان باتجاه وليد المرغني، يلعب كرة وليد في انطلاقة ومحاولة باتجاه جولي، جولي يحاول بكرة يمشي يبحث عن انطلاقة، يبحث عن كرة طار الخمسة لرفيق، جونيور يلعب كرة مع انطلاقة طويلة من جديد باتجاه ناتو باجولي، تعود الكرة طويلة من جديد باتجاه جولي، ناتانا جولي من جديد يحاول بكرة ولكن التدخل في الانطلاقة والمحاولة لمصلحة فريق رفيق، لعب الكرة في أقصى اليمين عن تقدمات الأنصاري، مشي الأنصاري لعب الكرة خطيرة تصطدم، يمشي بكرة طويلة علي باتجاه ناتانا جولي، دانييل باتجاه محاولة الكرة مرة ثانية بالرأس في منتصف الميدان لمصلحة رفيق، دانييل يحاول في كرة، دانييل تعود الكرة من جديد، تمشي بلمسة عن طريق وليد المرغني، الانتقاءات منذ فترة طويلة يعني غياب، تعود الكرة من جديد إلى ناتو باجولي، جولي من جديد في منتصف الميدان، يمشي بلمسة، وسليم تلعب الكرة طويلة من جديد بالرأس من جونيور باتجاه وليد المرغني، جونيور يمشي بكرة طويلة باتجاه ناتانا جولي،